إن شاء الله نبدي. أستاذ حسام يفتتح الـ اليوم أني سبيكر، ما علي ترى بيك البركة. انت أني ابو البيت سبيكر. هيدي، أنت ابو البيت الهيد هاي، وأنت تشير. والنعم منك عيني حبيبي استاذ هلال. انت الله الخير يسلمك. البركة ان شاء الله. انا اعتذر، اكو عندي مشكلة بالكاميرا، يعني الظاهر ما تقبل تفتح لانه اناقتك احلى من اناقتي. أناقة القلوب، أنت سيد القلوب حبيبي. كلك خير حبيبي. ما ادري، ما معرفة، ما جاي تطلع الكاميرا مال اللابتوب. حرامات والله، لابس خوش بدلة. يعني شباب بس بشوفوا لي، احنا رحنا لايف على البيج. يمي مدى يطلع شيء؟ دكتور بالي دكتور. اوكي اوكي ذاتس جود got it. Okay. دكتور هلال، خليني كو هوست أيضا إذا تسمح. يا حبيبي هسه. شو ده يطلعني انت اساسا هسه انت كو هسه يعني. اوكي تمام، هسه تمام. اوكي يعني شال وي ستارت. احنا 8 ودقيقة واحدة. اوكي على بركة الله عيني. السلام عليكم جميعا. هلو ايفريوان اند جود ايفنينج. أهلا وسهلا بكم أساتذتنا الأفاضل وأعزائنا وأطبائنا الخريجين الجدد والذين بدأوا مرحلتهم التعليمية والعلمية إن شاء الله بعد الكلية، وإذا أكو عندنا من أبناء الطلبة معنا فأهلا وسهلا بالجميع. اليوم حقيقة احنا سعيدين جدا أنه نبتدئ نشاطات الـ RCP نتورك من جديد، Royal College of Physicians Iraq أو London Iraq Network. هذه الشبكة الحبيبة إلى قلوب الجميع اللي أخذت صدى كبير على مدى محافظات العراق جميعا وأيضا في أماكن عديدة من دولنا العربية والعالمية. لذلك من الجروبس المهمة وكلها مهمات إن شاء الله في هذه الشبكة هي جروب أو سب جروب الميديكال أدوكيشن. وسب جروب الميديكال أدوكيشن تعنى ب spreading the philosophy of medical education or the new medical education among the newly graduated and even the professors in all the medical specialty. Indeed, really, we want to train or have a large number of newly graduated doctors to be the leaders in the medical education in the futures. يا شباب، أنتم من سيقود الحركة التعليمية والتعليم الطبي بعدنا إن شاء الله في العراق، ولذلك نأمل أنه تكونون على التراك الصحيح والتراك الملائم. الميديكال ادوكيشن كورس اللي راح نبدي هذه السنه الجديده واللي هي ان شاء الله سنه خير جديده على العراق والعراقيين جميعا والعالم كله، خلال الشهر الاول هو شهر جانوري راح نبدي تريننج كورس ان تيتشنج سكيلز. هذا هو ات هاف بين ديزاين تو ذا جونيور دكتورز اند ايفن تو ذا بروفيسورز well established professors in their specialty and also to the students. الكورس هذا هو التريننج كورس ان تيتشنج سكيلز، هو يقدم بطريقه غير يعني غير اعتياديه وغير نمطيه،
نحاول أن نوصل المعلومات اللي تكون مهمة ومفيدة للجونيورز بطريقة تكون تصل إلى أعماق قلوبهم حتى تختزن وتصبح مورالز عندهم، بحيث أنه بالمستقبل عندما يمارسون العملية التعليمية راح تكون بسلاسة عندهم هذه الأمور والأشياء اللي راح يسمعوها ويتعلموها إن شاء الله. الكورس هو على مدى شهر مرتين بالأسبوع يوم الخميس والجمعة، دائما يبدأ هو يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، الخميس يبدأ بالثامنة عدا بكرة إن شاء الله راح يكون بالتاسعة، وأعتقد دكتورة أمنية أيضا راح توضح بعض التفاصيل بخصوص هذه التوقيتات. الموديول الأول إن شاء الله راح يكون هاليوم، أستاذ هلال وآني خلال ساعتين راح نكون معاكم في جولة إن شاء الله تكون خفيفة ومفيدة للجميع، وبكرة إن شاء الله الجولة الثانية، والأسابيع القادمة إن شاء الله راح تكون هذه الجولات. أنا أدعوكم جميعا أنه تكونون ريلاكس تأخذون الفكرة والعبرة مما سيطرق اليوم وكل الأيام اللي راح تشوفوها بهذا الكورس. هو راح يكون خبرة وعصارة تجربة الأساتذة اللي راح يقدمون هذه السيشنات اللي هي interactive sessions، ابتداء من أستاذ هلال وجميع الأخوة اللي راح يقدمون، كلهم راح يكونون ذو خبرة عالية في مجال التعليم الطبي الحديث، وراح يكونون الأساتذة من داخل وخارج العراق. أنا أتمنى لكم وقت ممتع إن شاء الله في هذا الكورس، وأهلا وسهلا بالجميع، وسعيد جدا بأن أراكم، وأهلا وسهلا بك أستاذ هلال ودكتورة أمنية وكل أخواني الأعزاء العاملين على إخراج هذا الكورس بالشكل اللي يليق بأبنائنا وأعزائنا الخريجين الجدد. دكتورة أمنية، the mic is yours. شكرا جزيلا لكم. Thank you so much, Dr. Hassan. So I'm just sharing my screen. Is it clear now? Okay. Is it clear? Yes. Yeah. It's... Okay. So thank you so much, Dr. Hassan. Welcome again with another year with the RCP London Iraq Network. Glad that we are starting the year off with the Medical Education Subgroup presenting our January event for 2023. For those of you who do not know me, I am Omnia, a newly graduated doctor from Baghdad University College of Medicine. I'm interested in medical education and I'm a member in the Medical Education Subgroup in RCP Network. They say that every doctor is a teacher, regardless of taking a career in teaching, future career in teaching. And this makes sense because every doctor is a patient educator. He teaches his patients about their diagnoses, about how to take care of themselves. He is also a teacher from a community perspective. He teaches his friends, his family, other people in his community about diseases, illnesses, and how to avoid them. And some teachers might take teaching as a future career path in academic teaching, teaching generations of doctors who would become future doctors in the same country one day. So teaching, especially teaching in medicine, is not just like any other career, isn't it? Teaching is an art that needs to be carefully understood in order to produce competent doctors that will be there to help develop their countries. So this is the theme of this year, teaching. And everyone, welcome to our training course in teaching skills brought to you by the Medical Education Subgroup of RCP London. The course aims to expose those who are about to start their teaching journey to the skills behind the art of teaching. And this is the first course that targets new graduates, medical students, and juniors interested in medical education and teaching to an online course for 4 weeks during the weekends, as Dr. Hassan said, in a 4 modular structure. We will start the course with module 1, introduction to teaching. And by the end of this module, we hope that at least we've motivated students through their teaching journey, explained the various teaching settings that the medical teacher will be exposed to, focused on real and personal teaching experiences, highlighted the importance of sound teaching to build competent doctors, as we said, and to outline the novel teaching situations and the challenges that we might face in their implementation. And to our elite speakers, we will start off with Dr. Hilal Safar,
Dr. Hilal is the international advisor for the Royal College of Physicians in London. He's a consultant cardiologist, the head of the scientific committee in Red Crescent Society. He was a former professor in medicine and the head of the medical education unit in Baghdad Medical College, member of the National Assessors Team in the National Council for Accreditation of Medical Colleges in Iraq. He's a leader in reformation and modernization of medical curricula, and he's got long experience in medical education and faculty development. Dr. Hilal will tell us about his personal teaching experience and the lessons that he has learned throughout the years, so do not miss his presentation. Next, we have Dr. Hassan. Dr. Hassan Zuwaini is our supervisor of the medical education subgroup. He's a consultant otolaryngologist, the former dean of Waseda University, and he is currently a lecturer in Waseda University College of Medicine. Dr. Hassan will tell us about the changing role of the teacher, how it used to be then and how it is now. Reminding you about our schedule, we will start off with Dr. Hilal talking about his teaching experience for 45 minutes and then for 10 minutes for your questions and answers. Then we would go into a break at around 9 o'clock. Then we would go back with Dr. Hassan talking about the changing role of the teacher previously versus now. And we will close the day at around 10 o'clock with your opinions and remarks. Before I go, just a kind reminder about our rules. Please, if you have a question, kindly type it down in the chat box so we could get to you accordingly, or you can raise your hand, unmute yourself and talk directly to the doctors. Make sure that you stay muted during the course unless you are addressed by the speakers in order to avoid any unnecessary noise. And please do not type or write on the screen. Do not concern yourself with the materials and the presentations because everything will be sent to you by the end of the day. And as always, your opinions matter the most to us. So do not forget to fill the feedback form that the team will post at the end of the session. So make sure that you fill it, everyone, because it is important for issuing your certificates. And finally, follow us on our social media. The team will post our social links in the chat box, so make sure that you follow them in order to not miss our updates and news. And I guess that's it for me tonight. Thank you so much for listening, and back to you, Dr. Hilal. Thank you very much, Dr. Omnia, Ustadh Hassan. حقيقة سعيد أنه أعمل ويا تيم مثل حضراتكم. التيم الميديكال إدوكيشن بقيادة أستاذ حسام حقيقة وبقية الأخوان كان متميز جدا في إعداد برنامج لـ 2023. راح تشوفون برنامج مفيد جدا إن شاء الله، وأول بدايته اليوم وواضحة علامات النجاح على هذا النشاط. احنا عندنا الان تقريبا 100 اتندي تو ذا سيشن، هذا معناته اكو عندنا شغلتين. الشغله الاولى اكو اهتمام من الشباب بالميديكال ايجوكيشن والمودرن تيرمز اند رولز اوف ميديكال ايجوكيشن، وهذا علامه ايضا لنجاح الشبكه في استقطاب كل الطاقات الشابه والاراء البناءه، لانه انتم من ستقودون هذا البلد. ما أريد أطول عليكم، راح أروح دايركتلي للشير سكرين، واللي أتمنى أنه تكون واضحة قدامكم. أوكي. بالبداية طلب مني أستاذ حسام أنه أتكلم بصورة عامة عن أو introduction أو my teaching experience in medical education. رأسا بالحقيقة أجدت في بالي مجموعة، قبلها يعني أريد تفوتون على جوجل وتكتبون slido.com، بعدين يطلع لكم دخل الكود، دخل هذا الرقم قبلها هاشتاج حتى نسوي الاكتيفيتيز أثناء السيشن. أتمنى عليكم تدخلوا، وهذا الموجود راح يكون قدامكم بين ما أخلص دقيقتين من الانترودكشن. أنا تشرفت بخدمة هذا البلد في عدة وزارات، في مستشفى رشيد العسكري إلى 2003، ومن ثم في وزارة الصحة إلى 2005، وبعدين أستاذي العزيز الكريم اللي أتمنى له الصحة والعافية أستاذ حكمة شعرباف، هو اللي رشحني إلى كلية طب بغداد في عام 2005. I joined طب بغداد عام 2005. فأول ما بديت بفرع الطب 2005، أستاذ حكمة شرفني أنه أنطي المحاضرات مالته اللي هي كانت بالECG. بالحقيقة
يعني بديت أول ما أجي للكلية صار حكمة إنسان معروف، هو عميد الكلية يعطيني محاضرات أتكلم بها، كان في تشالنج بالنسبة لي. فالمهم بديت أحضر لهاي المحاضرات، ويعني بديت بشغف حقيقة وبجد أحضر لها. أحد الزملاء وياي قال أنت يعني ليش رايح زايد؟ We are doing too much, more than you requested, more than usual. The usual thing, you will go to the theater, the lecture theater. أنت راح تشوف 10 إلى 15 طالب قاعدين من 200 طالب المفروض. طبعاً كلية الطب كان في ذاك الوقت 400-450 مقسومين إلى قسمين، على مرتين تنعاد المحاضرة. فالجروب المفروض 200، راح تلقي 10-15 قاعدين. Those 10 to 15 students, they are the يعني ranking high بالمرحلة. هم راح يكتبون المحاضرة مالتك، وبعدين راح تروح محاضرتك ثاني يوم إلى كشك الاستنساخ اللي موجود قبال كلية طب الأسنان، وكل الطلاب راح يأخذون محاضرتك مستنسخة. فأنت لا تتعب روحك لأنه النتيجة واحدة، سوي محاضراتك انطيهم إياه وthat's it. That راح يكون هو هذا الموضوع اللي يمشي دائما. أنا ما مشيت طبعا بهاي النصيحة، بديت أحضر المحاضرات بجد حقيقة، ورحت الى كل الى المحاضره. اذا ساذكر بقاعه المحاضرات الكبرى، يعني روم بي، تعرفون هاي اكو محاضرات قاعه كبرى ببغداد، طب بغداد اكو اي يو بي بجروب بي، يعني القاعه بي. رحت لفتت القاعه بي، فعلا اكو فقط 10 الى 15 طالب قاعدين. انا اعطيت المحاضره وكانما القاعه فل. بالحقيقه مجموعه المحاضرات كان 6 محاضرات، بالمحاضرة الثانية 15 طالب صاروا 30. ما ندخل هواي من وقتكم، بالمحاضرة السادسة كانت القاعة فل بعد 6 محاضرات خلال أسبوعين. إذا صار عندي انطباع أنه حضور الطلاب إلى قاعة المحاضرات and attending the large group teaching is mainly related to the preparation done by the faculty member as well as the way of presentation, the way of delivering the message to the student. صارت عندي هاي القناعة، بس راح نشوف شلون تتطور القناعات ويا الوقت. الآن أنا عندي هذا السلايد، أريدكم تسوون ال سوري تقدرون تصوتون عليه. ما أعرف هاي تقدرون تصوتون عليه، can you شباب أحد يقول لي تقدرون تصوتون؟ دكتور ليكر. اوكي مدى اشوف كان طلع يمي واختفى. دكتور بس انشر البول لانه مدى يطلع يمنا، بس هو ببلش للبول. لا مو البول، هذا على السلايد مو البول. المفروض انه احنا اخوان بليز don't write on the screen, please. Those who are writing, please don't do it. Okay. إذا ما راح تمشي ويانا هو هنا أنا. Okay. 50%. بعد إحنا عندنا بس 10 audience. مع العلم عندي 100 بال. بس عاد اعرف الاودينس الموجودين بيا ليفل جراجويت دكتور. بعد شباب طبعا انا خال جراجويت دكتور وطلاب كليات الطب من صف اول الى صف سادس وكونسلتنت وبوست جراجويت تريني. لحد الان عندنا الجراجويت دكتور تقريبا نص المصوتين، عندنا 47 مصوت لحد الان. اوكي عندنا سبيشالست 16 ممتاز، عندنا من جريد 2 جريد 3 جريد 4 جريد 5 جريد 6. اوكي البالك اوف ذا اتندي ولو نص المصوتين لحد الان هم من الخريجين جدد ومن الاساتذه ايضا اللي وراها. إذا تشوفون سوينا هاي السيرفي في كلية طب بغداد، بس تلاحظون هي عام 2010. This survey
was conducted from grade 2 to grade 6. And we took about more than 150 medical students distributed equal between male and female. And most of these students were ranking either good or very good at their achievement at their grades. We found that those who attended the lecture group or the larger group teaching regularly is only 38%, 16% in the clinical side and 22% in the basic side. And the main cause for non-regular attendance was, إذا تلاحظون, the lecturer competence, about 66%, and not convinced that the lecture is a useful way of teaching at the College of Medicine, which is 61%. إذا خلينا بالنظر أخوان, total hours of teaching at College of Medicine, any College of Medicine, is about 5,000 to 5,500 hours. Half of the hours are large group teaching. في كليات الطب عندنا نص الوقت التدريسي خلال الست سنوات هو محاضرات طويلة. وإذا شفنا الاتندي أقل من 40%، تخيلوا إيش قد عدد الساعات اللي إحنا التدريسية أو التعليمية بالحقيقة اللي إحنا نفقدها أثناء دراستنا في كليات الطب. صارت هذه الفكرة في بالي، وأنا قلت لكم من أول ما بلشت في المحاضرات كان الاتندي كلش قليل. خلصت الكورس مالت الاي سي جي، the lecture hall was full، ووصلت إلى قناعة إنه the lecturer competence، the lecturer or the teacher competence as well as his efforts in doing a good preparation to deliver a good session to his students is a very important factor that making students attending the large group teaching. And therefore, this is the first message I learned. This is the first lesson I learned when I joined College of Medicine, University of Baghdad. نجي على بعض التيبس باللارج جروب تيتشنج. اللارج جروب تيتشنج يجب أن يكون structure learning. Structure learning بمعنى I have to tell the students or the learners at the beginning of the session about what I am going to tell. And then the context of the teaching session. And then I have to tell them what I want to tell. And then at the end, I have to tell them what I have told them at the beginning. لذلك إخوان أني ما زالت علاقتي بالطلاب في عدة كليات من أسألهم على بعض السيشنات أقولهم مثلا فلان سيشن من انطاكم إياه ما يعرف يعني حتى الطالب ما يعرف منه اللي الأستاذ اللي انطى المحاضرة لأنه الأستاذ من دخل ما عرف بنفسه ما قال الديبارتمنت اللي هو بي ما حكى الكونتكست السياق العام للليكتشر أو للسيشن اللي هو ده ينطيه وما حسسهم بأهمية هذا الموضوع to start with. هي ما تأخذ لها 3-4 دقائق بالبداية، هي introduction تعريف بعض الـ ground rules، أهمية السيشن ده يعطى شلون fit بالـ teaching block أو module أو 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 semester اللي هم ده يتعلمون به الطلاب. وهذه جدا مهمة أخوان، تعلمتها من إجيت في بداية العمل في كلية الطب جامعة بغداد. في كل سيشن اكو بي بيجينينج واكو بي ميد واكو بي كلوجر، ولازم احنا نفكر في اعطاء السيشن للطلاب بهاي الطريقه. وفي نفس الوقت لازم نفكر اكو كونتكست السياق العام للموضوع اللي انا بدي اتكلم عنه، and then there must be a content which I want to tell them to the student, and then I have to close up with certain messages to the student about the session I have delivered. هذا structured learning اللي لازم يكون if we are going to deliver a large group teaching, and this is a lesson I learned when I joined College of Medicine, University of Baghdad. Regarding the context, a context it includes introduction of yourself, what is the importance of your session today, how it does link to the other session the student is taking, and then after that I have to join the things together. And just before closing, I have to ask if there is any question about this session. هذا structured شلون احنا عندنا الابستراكت of any research
structured abstract نبديها من the aim of the research بعدين the introduction بعدين methods بعدين results بعدين discussion بعدين conclusion يجب أن يكون structured program to the large group teaching session I am going to deliver to my students. لازم نفكر إحنا بهاي الطريقة اللي قدامكم في هذا السلايد. أنا الحصة التعليمية I am going to deliver طبعاً ده أحكي إنجليزي عربي حتى الإخوان اللي العربي ما كلش واضح بالنسبة لهم can link the material. My teaching session is that brick that's in the top. But this brick is part of that wall. And that wall is part of this building. لذلك لازم أحكي للطالب هاي المعلومة where it does it fit in the session, the whole module or the whole block and where it does fit in the whole building اللي هسه رح نجي عليها بعدين اللي هي المخرجات مال كليات الطب وما هي أهمية هاي المخرجات. لازم أعرف دوري وين في بناء هذا الصرح اللي هو يخرج اسمه طبيب متخرج من الكلية الفلانية. هذا الطبيب بمواصفات أنا من دا أمتي هذا السيشن وين دا أضيف لهذا الطالب وين دا يكون مكاني في هاي الخريطة اللي توصل الطالب إنه يكون خريج لكلية الطب. ناو من أجي على البدي تعلمنا كليتنا إنه ننطق كثير من المعلومات. أنا المحاضرة عبارة عن ساعة تعليمية 50-60 دقيقة. أنا مسوي لي 75 سلايد أو 80 سلايد وأبدي أستعجل بالسلايدات بمجرد أنه أنا أقولها للطلاب وانطيت كل المادة غطيت كل المادة. وأكو فترمينولوجي كلش مهم بالميديكال إيجوكيشن اسمه كوفرايتس. Don't try to cover everything. You have to give the key issues and you give the teaching material to the student to study. And then he will return back to you to ask you about anything which is doesn't clear or seems to be ambiguous or foggy for him. This is very important. And from that come the terminology, less is more. إذا أنت تعطي 10 معلومات للطالب مالتك في وقت واحد هو راح يتذكر واحدة واثنين وينسى الثمانية. أنت أنطي ثلاثة وخليه يركز على هاي الثلاثة وبالتالي less is more. هذا important message I learned during my career at the College of Medicine Baghdad University. You have to vary the stimulus. أنت أثناء السيشن when you are delivering the session معروف كل 10 دقائق الattention of the attendee راح يقل. فأنت كل 10 دقائق you have to do something to move, to do a quiz or to ask question or to do certain activity or to show a slide or show a video. هاي الactivity it will re-stimulate the attendee to keep in touch with you all the time. ولذلك ما راح يحسون بالضجر. ما راح تشوف طلاب قاعدين لي ورا فاتحين موبايل وفيسبوك وتويتر وما ادري ايش ويجاوبون وعايفين السيشن مجرد لانه السيشن بغياب. بعدين انت اثناء السيشن you have to stimulate the thinking. تسال اسئله اللي stimulates the brain to solve the problem or to ask a challenge. كل معلومه ما نعرفها هي challenge. We have to learn it. And then before closing the session, you have to ask any question because there might be questions in the mind of the audience and you will answer these questions and this is a part of interaction. هذا السلايد مهم جدا لأنه تشوفون هذا رجل الحريق فايرمان and he is opening his hose. تشوفون حجم المي اللي يطلع. Believe you are thirsty and you want to drink some water. And if you open your mouth in the front of that hose, what is the amount of water you imagine will enter your mouth? It's very small. Therefore, learning medicine is like trying to drink from a fire hose. So don't try to cover everything. Coveritis is not applied anymore in medicine. قبل كنا نتفاخر الطالب الفلاني الأستاذ الفلاني حافظ ديفيدسون from cover to cover. حافظ سيسل وبرونوولد كارديولوجي from cover to cover. This is not the way of learning at the present time. مثل ما قلنا is less is more. وتشوفون هذا الكيرف كلما زيد الفاكس اللي تطيها الستودنت at a limited time of a session كلما راح تكون أقل number of facts the student will learn.
So less is more. Try to minimize the information given and the idea given to your learners so that in a certain period of time so that they can learn it. Give them the key points and they will deal with these key points. النقطة الثانية اللي هاي قدامكم كلش مهمة. هذه facts. صورتي أنا مهم؟ عفوا إذا تسوي المايك muted دكتور أحمد. Sir Cindy Burwell, he said that half of what you have taught as a medical student will be in 10 years have been shown to be wrong. The trouble is that none of your teacher knows which half. وهي المعلومة دائما أنا أذكرها للطلاب نعطيهم كارديولوجي. إحنا في وقت من كنا طلاب كان بيتا بلوكر contraindicated to be given for a patient with heart failure. وراء 20-30 سنة البيتا بلوكر is a first line treatment in a patient with heart failure. لذلك المعلم يجب عليه أنه يعلم المتعلمين طريقة التفكير، طريقة حل المشكلة، طريقة التفاعل، طريقة الكوميونيكيشن، طريقة الوركينج توجذر، تيم وورك، كولابوراتيف، كونستراكتيف، ريفلكتيف، أكثر من ما ينطي معلومات، لأنه المعلومات أثبتت ويا الوقت ممكن تتغير ويثبت خطأها. الشيء الثاني المقولة by Chiller Jackson is that in teaching the medical student the primary request is to keep him awake. وهذه كلش important وحقيقية هاي المعلومة خصوصا من أنت تنطي large group teaching. لذلك أثناء السيشن مالتك اللي خلينا نقول 50 دقيقة أنت في لحظات توقف عن الكلام ووقف اسأل أسئلة روي سلايدات شوف فيديو سوي باز جروب بين الطلاب حتى يشتغلون خلال دقيقتين ثلاثة أو خمس دقائق كل هاي الحركات أثناء اللارج جروب تيتشينج تخلي الطالب أكثر interactive with you and he can benefit more from you. That was the first lesson I learned in my career at College of Medicine للحبيبة كلية طب بغداد. Good preparation for any teaching session by teacher is very important step. Very important step to achieve the goals. لازم نحضر السيشن مالتنا بطريقة جدية نعطيها الوقت الكافي نصرف جهدنا ونحب شغلنا محبة العمل واحدة من أهم أسرار النجاح. المسج الثاني اللي تعلمتها أخواني. كل يتمنى نقول نريد نسوي فلان فكرة نريد نطبق فلان تكنيك نستعمل فلان instructional methodology in modern teaching راح تجي يقول لك والطلاب الهواية اللي عندنا وعدد الطلاب الكبير نعم I can assure إنه the large number of students is one of the important challenges against a modern deep learning but خليت هذا statement قدامكم yes large number of medical students is challenging to achieve quality teaching especially in clinical teaching, yet you can minimize its effect. يعني إذا ما تقدر تحل المشكلة على الأقل قلل من ضررها وهذا يعني very important approach in our life. لذلك ممكن أنه تسوي interactive large group teaching مثل قبل شوية دعشي لكم عليه. تسوي small group teaching. إذا كليات الطب بها أعداد كبيرة ما تقدر تسوي small group teaching ممكن تسوي team-based learning technique. Problem solving session, skill lab and simulation, role modeling, كلها ممكن هذه تخفف من تأثير عدد الطلاب الكبير اللي يجي لكليات الطب وده يأثر على the quality of teaching. وإذا تلاحظون أركز لـ quality. إحنا نحتاج إلى quality. We need a higher quality. We need a better quality. A large number of medical students is the main hurdle to achieve quality learning. أنا صارت لي فرصة يعني ورا ما شفت هذا الوضع عندنا في طب بغداد أريد أعرف أنه برا بخارج العراق شون دي يعلمون طلابهم كم عدد الطلاب اللي يقعدون باللارج جروب تيتشينج شون يفرقون عنه فبجهد شخصي وبمساعدة زملاء أصدقاء في إنجلترا صارت لي دعوة ورحت أنا by personal initiative to Sheffield عام 2011 استقبلني بروفيسور نايجل باكس هو عميد طب شيفيلد ودخلت وياه إلى قاعة محاضرات كبرى واللي أنا أتفاجأ
بهاي قاعة المحاضرات لقيت 450 طالب قاعدين. إذا أنا 200 طالب بالجروب بي روم بي أشوفها هواية، شفت في كلية طب شفت 400 طالب قاعدين بالقاعة. زين شفت هذول شلون راح يتعاملون وشلون ينطون اللارج جروب تيتشينج؟ أولا السيشن كان about Cushing disease أو Cushing syndrome بالحقيقة. كان أكو أستاذين يعطون السيشن في وقت واحد، واحد فيزيشن اللي هو بروفيسور نايجل باكس والثاني هو كان فارماكولوجيست. بدأ بروفيسور نايجل باكس انطاهم 10 سلايدات فقط صوروا عن كوشينج سيندروم، 10 سلايدات فقط، وطلع واحد من السلايد كويز. هم عندهم يسموه زيبرز اللي هي فوتينج سيستم، صوتوا عليه. طبعا بهذا الفوتينج سيستم هم عرفوا منو الحاضر ومنو الغايب لهذا السيشن. ورا هالعشر سلايدات والكويز استاذ الفارماكولوجي ايضا قدم 10 سلايدات وراها كويز، توتالي هي 20 سلايد، وسلايدين كويز 22 سلايد، خلصت ب 25 دقيقه. وراها اندقت الباب اجى مريض على ويل تشير، دخلوا للقاعه، انطوا المايكروفون، المريض قدم نفسه قال اي ام فلان، I have rheumatoid arthritis and I have steroid therapy for 5 years. And during my follow-up, they told me that I got hypertensive and diabetes because of high steroid therapy. While I am walking, I have limping and then I have a fractured femur. And they told me this is because of the steroid therapy causing osteoporosis. And then I have a surgery and now I am well post-operatively. So for goal alcohol, واخذوا المريض وطلعوا ورا ما 5 دقائق حكى للطلاب عن الكوشينج والستيرويد والروماتويد والستيرويد ثيرابي كومبليكيشن اللي سوت الدايابيتس واللي سوت الهايبرتنشن واللي سوت له فراكتشر فيمر. فشفت انه صح 400 طالب موجود، عدد كبير جدا بسيشن واحد، لكن اختصروا المحاضره الى سلايدات كي بوينتس، سووا كويزز، استخدموا الفوتينج سيستم، جابوا مريض، أستاذين يحجون بالقاعة. فما حسيت بالخمسين دقيقة وعشر دقائق كانت questions and answers وخلاص السيشن. إذن إخوان still there is a lot that we can do in spite of we have already a very large number of medical students. حقيقة نحن ندين بالولاء والعرفان والشكر إلى أستاذ نايجل باكس وديبورا باكس اللي هم أول بريطانيين يفوتون العراق 2013 وشاركوا في مؤتمر كلية طب جامعة بغداد 2013، ولهم الفضل للتعليم الطبي في العراق لأن أقاموا دورات متعددة لتعليم التي او تي للأساتذة بالمودرن ميديكال إيجوكيشن. فكل الاحترام والتقدير حقيقة لهذين الشخصين العظيمين يعني اللي كان لهم دور كبير في تحديث واللي تعلمت منهم الكثير. نعم الآن الشيء الآخر اللي تفاجأت به انه اني اسوي سيشن زين واحضر له زين وانطي وقت وانطي جهد واجي يعني اقول للطلاب واني اتخيل انه كل ما ده اقوله هو ده يروح الى ذهن الطالب وانه الطالب تعلمه. اكتشفت انه هذا التصور مالتي خاطئ. ليش؟ لأن من تأخذ الطلاب ورا ما ينتهي التيتشينج سيشن، من أخذهم بالكلية سواء بالكلينيكال سيشنز بمدينة الطب، سواء أنه رابع مرحلة رابعة أو مرحلة سادسة، هواية من الأسئلة أقولها ما يعرفون يجاوبوها، هواية من الأمور اللي أحكيها واني حاكيها بالمحاضرة باللارج جروب سيشن ما يجاوبوني عليها. فبدأت تصير عندي قناعات جديدة أنه ليس كل ما تقول يصل إلى ذهن المتعلم، وهاي الحقيقة لازم نعرفها. طبعا من كنت في ذاك الوقت انطي المحاضرات ما كنت داخل في مجال التعليم الطبي كسيستم كليرنينج كسبيشاليتي اوف ميديكال ايدوكيشن. الان تعلمت انه لازم اكو لكل ليرنينج سيشن اوبجكتيف، لانه انت الاساس كتيتشر، انت لازم مو بس تعطي معلومات للطالب، انت لازم تعلمه معلومات ومهارات وسلوك. ولذلك هي هذه يسموها ليرنينج دومين. الليرنينج دومين مو بس معلومات، في كل كلياتنا والفترة الفاتت اللي شفناها احنا التركيز على المعلومات، لكن مهم جدا الطالب يتعلم السكيلز. وهسه نجي كم نوع من السكيلز اكو؟ اكو هيستوري تيكينج سكيلز، اكزامينيشن سكيلز، اكو براكتيكال سكيلز، اكو بروسيجرال سكيلز، اكو مينتال سكيلز. هذه كلها سكيلز يجب ان الطالب يتعلمها. وهسه انا اجي اسالكم
كم واحد عندكم بالكلية أو أي كلية من الكليات، وكم سكيلز تعلم بحيث الطالب من يطلع من كلية الطب يعرف هاي السكيلز، يعرف يسوي كانيولا، يعرف يخلي فولي كاتيتر، يعرف يخلي ايرواي، يعرف يسحب بلاد، يعرف يسوي كروس ماش، يعرف 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 whatever the skills that was planned in the curriculum of the medical college. اتعلمت شيء لازم اسمه learning objective. اخوان اولادي زملائي، لازم في كل سيشن اكو learning objective، في كل سيشن نظري عملي سكيل لاب مختبر كلينيكال سيشن. بالبدايه لازم تخلي شنو الاوبجكتيف مالتك مال هذا السيشن، بمعنى من نريد نعرف الاوبجكتيف اللي هو contract between the learner and the learning, and it will describes what the learner will be able to do that previously he was not able to do. إذا أنا من أجي أريد عندي practical session مختبر الفيزيولوجي صف أول صف ثاني، شنو الأوبجكتيف؟ لازم أعلم الطالب كيف قياس ضغط الدم. إذا لازم بنهاية السيشن أو الحصة أو مجموعة السيشنات الطالب يقدر له القابلية على قياس ضغط الدم بطريقة صحيحة. ونفس الشيء هاي learning objective لازم تكون في large group teaching بال simulation lab بالclinic بالskill lab إلى آخره. وهذا learning objective مهمة مو بس للطالب وللteacher أيضا، لأنه يعرف الطلاب مالته وصلوا لهاي المهارة سواء أنه كانت skill أو knowledge أو behavior. Now إذا أخذنا الobjective بها three domain، لا تنسون إخواني، لا تنسون knowledge وskills وattitude، مو بس knowledge. وهاي النولج إلها طرائق تدريس اللي نسميها instructional methodology، اللي هي إما تكون lecture أو small group أو tutorial أو skill lab أو bedside. إحنا دائماً أكو عندنا خلط ما بين المنهاج والمحتوى وطرائق التدريس. instructional methods هي طرائق تدريس اللي هذه هي قدامكم، وبعدين تجي الassessment، والassessment هو الميزان الذي يقاس به المعلومات والمهارات والسلوك الذي تعلمه الطالب قبل دخوله إلى كلية الطب إلى أن يطلع من كلية الطب. الassessment is very important part of the issue. Now, أكو مثال بسيط. إذا أنا أريد أتعلم أسوق سيارة وأروح من مكان إلى آخر، لازم أنا عندي معلومات عن العلامات المرورية وأعرف هذا ماذا تعني وهذا ماذا تعني، هذه knowledge. لازم أنا أعرف السياقة وهذه psychomotor skills، ولازم أني أتصرف بلياقة وبأدب بالشارع اللي هي هذه معناتها الاتيتيود. فلذلك أكو three domains of learning must be learned by any learner at the College of Medicine. For the driving car is an educational or learning activity that comprises knowledge and skills and attitude. ونخلي في بالنا أخوان أكو levels بالknowledge ولevels بالskill ولevels بالattitude. تبدي بالنولج أبسطها الديفاين، عرف لي الهايبرتنشن، عرف لي الأسمة، وتنتهي بالإيفاليويشن تكون مستوى أعلى من المستوى الأول. نفس الشيء بالسكيلز، من تراقب إجراء السكيل إلى أنه you master doing the skill. ونفس الشيء بالنسبة للأتيتيود، من تسمع عن هذا السلوك إلى أنه you judge about any behavior. لذلك لازم أكو عندنا هذا التاكسونومي اللي هو معروف بلوم تاكسونومي بالنولج وبالسكيلز وبالأتيتيود. Now الأهداف لازم تخليها مهمة جدا. إذا ما تخلي الهدف في بداية الحصة التعليمية مالتك، انت ما راح تعرف شلون تختار الطريق، لان هو اختار الطريق لماذا؟ غير اكو عندي هدف خاله واروح له واصل له. واذا وصلت لهذا الهدف شلون اعرف اني وصلت له اذا اني ما محدد الهدف من الاول؟ لذلك اخوان شيء اساسي ومهم جدا انه تحدد الاوبجكتيف كتيتشر لاي تيتشينج سيشن. أكو فد ستيتمنت للبروفيسور ريجي دينيك اللي هو كان مسؤول التعليم الطبي لكلية طب نوتنغهام، اللي غيرنا احنا مناهج كلية طب بغداد على غرار طب نوتنغهام. يقول teaching without learning objective is very similar to sailing without navigation. انت بالبحر وما عندك نافيجيتور، ماذا تعرف انت لوين راح توصل في هذه الرحلة مالتك؟ ناو يمكن اني أرجع لهذا السلايد، وأريد منكم هسه أكيد أنتم شوية سوري
أنا أعتقد أكو صار فد إشكال بالموضوع، بس دقيقة واحدة. تقدر تسمعوني؟ إيه دكتور ده نسمع، بس هذا الشات بوكس مال keep the pool active بيطلع لك. Would you like the pool active? Yes. استاذ لا يس ممكن يعني. إيه هسه تمام. والسؤال على سلايدو. هسه عندكم سلايدو. هسه أنا أريد تقولوا لي what is curriculum؟ هذا تكست. تكست إذا كم أي واحد سوى شيء اسمه ممكن يسوي لي تكست، هو مش يفهم من كلمة curriculum. إخوان إحنا الآن نريد نكون سوى أبداً، والله أنا قبل 10 سنين ترى كل شيء ما أعرف من هاي اللي أنتوا هسه الآن تعرفوه، كلكم شنتوا الآن أحسن من عندي كنتوا. فأنا بدي أعرف ماذا يعني لكم الكوريكولوم. Subject list in certain course, the content of the course, well prepared plan and system, a learning journey. Very good. Path for learning, a roadmap for teaching and learning. The session has academic content taught in a school or in a specific course or a program. The overall process that guide the learning of a student, starting with objective, syllabus, teaching methods, ending with assessment and a feedback studying. Expert answer. Subject list in certain course, the content of the course, a well-prepared plan, a learning journey, path for learning, a roadmap or lessons. زين. إحنا بالبداية هي قد تطلع. The content, course, how it work will be. Okay. Is a very detailed list of intended educational objective theory. It's a plan consisting element. It's very good. Okay. إخوان الكوريكولوم يعني كل شيء. الكوريكولوم هو عبارة عن aims, objectives, content, outcome, instructional methodology, assessment. Everything, كل ما يشمل ذلك من دي يقول learning journey. هذه كلمة مختصرة وتعني كل شيء لأن هي كل شيء. It's a description of the training structure including its assessment system, a description of the method of learning, طرائق التدريس, السيلبس المحتوى. أنا كنت أعتقد سابقا أنه الكوريكولوم هو سيلبس، بس كنت غلطان. تبين أنه الكوريكولوم يشمل كل شيء ويشمل learning domains الثلاثية knowledge with skills and attitude، يشمل طريقة تدريسها، يشمل الفيدباك، يشمل الassessment، يشمل monitoring and evaluation، يشمل المشن والvision، يشمل learning outcomes اللي يتخرج بها الطبيب. وهذه مهمة جدا إخوان. إذا الcurriculum هو contract with learner that describe what they will be able to do after learning that they were not able to do before. وهذه مهمة جدا إخوان إنه نعرف ماذا يعني كلمة الكوريكولوم. الآن ما هي أنواع الكوريكولوم الموجودة اللي أنا مش تعرفها سابقا؟ أكو الكلاسيكال وان اللي يبدي بثلاث سنين بيزك وبعدين يجي وراها الكلينيكال، وأكو السيستم بيز اللي هو يأخذها همين سيبريتد يعني basic and clinical، لكن ياخذ السيستمز بمكالمه ياخذها كسبجكت. واكو سيستم انتجريتد اللي احنا في كليه طب بغداد، طب واسط، طب الكوفه، طب الكندي اخذوها، اللي هي انه همنا هي سيستم وهمنا انتجريتد بين ذا كلينيكال اند ذا بيزك، مو مثل هنا تكون مفصوله. والبروبلم بيز اللي هو المنهاج اللي يقوم على حل المشكله، اللي إخواننا زملائنا في كلية طب كربلاء أخذوا هذا البرنامج ومشوا به. نعم. هذه معلومات أحكي لكم إياها الآن أنا مش تعرفها بالحقيقة. أكو شيء اسمه بلان كوريكولوم، يعني إحنا من نجي نكتب على الورق نقول نريد نعلم الطالب 1 2 3 4 من النولج، 1 2 3 4 10 من المهارات السكيلز، 1 1 إلى 10 من الاتيتيود، وحطيناها على الورق.
إذا شنو هاي اسمها؟ اسمها the planned curriculum، المنهاج الذي تم تصميمه. لكن هذا المنهاج اللي تم تصميمه مو ضرورة اللي هو راح يتعلمه الطالب. لذلك تشوفون الدائرتين ما تيجي واحدة فوق الأخ. Not everything planned will everything be applied and taught. خلصت القصة؟ لا ما خلصت. أكو بعد ثالثة learned، يعني أنا اللي أخطط له وبعدين أعلمه، مو بالضرورة هو نفسه تعلم الطالب أو وصل إلى الطالب. أنا خططت شكل ومن طبقت مو كله طبقته، ومن تعلم المتعلم مو كله تعلمه. ولذلك حتشوفون دائرة ثالثة ما تجي فت على الدائرتين اللي قبلها. بعدين راح تجي هل أنا من دا أسوي assessment، هل أنا دا أختبر الطالب في كل المعلومات اللي دا أنطيها؟ بالتأكيد لا. لذلك إذا تشوفون أكو أربع حلقات plan taught learned assessed، أحسن curriculum اللي هو الأربع حلقات تصير واحدة فوق الأخرى. طبعاً هذه عمليا كل صعبة، لكن الكليات اللي تسعد بالكواليتي مالتها مالتي ليرنينج ممكن توصل إلى هذه الموضوع. وأكو شيء إخوان ما أنسى اللي هي الهيدن كوريكولوم. ما هي الهيدن كوريكولوم؟ الهيدن كوريكولوم هي الكوريكولوم اللي يتعلمها المتعلم دون أن يكون أكو إنتنشن إلها. إحنا كليتنا كأساتذة we are role model لطلابنا. لذلك إخوان الطالب يباوع على أستاذه. إذا أستاذ يشوفه من ساعة بالستة أو سبعة ونص الصبح قاعد في مكتبة قبل الدوام، ويشوفه إش قد حريص على تعليم طلابه، ويشوفه إش قد يبذل جهد في تعليم طلابه، ويشوفه إش قد هو حنين وشغوف في شغلته وحنون على طلابه، الطالب يتعلمها بطريقة hidden، مو طريقة structured، مو طريقة معلنة. هذه نسميها the hidden curriculum. إذا أكو أنواع مجموعة من الكوريكولوم أنا مش تعرفها قبل ما أبدي بالتعليم الطبي. ولذلك أخوان التعليم الطبي هو علم، هو ديسيبلين بحد ذاته. ما أكو فروع طب جراحة باطنية أطفال whatever it is، أكو شيء اسمه تعليم طبي، اختصاص قائم بحد ذاته. وهاي دعوة لكم شباب من هسه تدخلون إضافة إلى الكارير مالتكم بالبروفيشن اللي تحبوها تأخذون ديجري بالميديكال إيجوكيشن. هنا أنا خليت لكم في التيتشينج سيشن، وهذا يسموه كونستركتيف ألايمنت. شنو الكونستركتيف ألايمنت؟ هو البناء اللي على خط واحد. راح تخلي أنت الأيم والأوبجكتيف والجول مالتك مالت السيشن، وعلى نفس الخط تخلي طرائق تدريس تيتشينج ميثود تتلائم مع النقاط اللي خليتها بالأوتكم والأوبجكتيف والأيم مالتك. وبعدين الأسسمنت راح تكون على الأوبجكتيف اللي أنت خليتها للسيشن، وبعدين تسوي مونيتورينج اند ايفالويشن، والفيدباك مالتك ترجع مره ثانيه تغير بالاوتكم والاوبجكتيفز والايمز والجول. انا ايش قد بعد لي وقت؟ 4 دقائق دكتور. ايش قد؟ 4 دقائق. لا امون عليكم شويه. المهم هذا الكورس باعوا اخوان، هذا الكورس 35 ساعه موديول، 35 ساعه، 10 ساعات فقط لارج جروب تيتشينج، والبقيه لا، بها 10 سيل دايركتد، بها سمول جروب، بها تيتوريال، بها براكتيكال. فيا اخوان احنا لازم نكون نقلل من التعليم بمجاميع كبيره ونزيد من الطريقه التفاعليه للتعليم. الطريق المسج الرابعه اللي تعلمتها انه اذا اني فاكولتي ممبر، سبيشلي اذا اني مسؤول عن ديزاين والبروجرام او موديول او كورس، لازم اعرف كل هاي المصطلحات. ما هو الكوريكولوم؟ شنو السيلبس؟ شنو هي الـ various instructional method، large group، small group، team-based learning، role modeling، simulation، الـ assessment، formative وsummative، شو تعني كل وحدة وليش أسويها، شنو الـ reflection، شنو الـ feedback، شنو الـ portfolio، monitoring and evaluation، هذه كلها لازم أعرفها إخوان كأستاذ وكمعلم للطلاب. الآن أريد أسأل سؤال وأتمنى جاوبوني عليه. Do you know what is the mission or vision statement of your medical school؟ أول خمسة يعرفوها والباقين okay. The vision and mission statement okay. Very good. يعني لحد الآن المصوتين 50 تقريبا، نصهم 25 يعرفون الفيجن والميشن مالت الكليه مالتهم، وهذا فشيء جدا جيد. اوكي يعني وقت ما عاد.
I was not aware of the key point in medical college curriculum. لذلك شنو الفيجن شنو المشن learning objective constructive alignment a deep learning reflective practice feedback principle of assessment blueprint كلها مصطلحات ما كنت اعرفها اخوان تعلمتها وفادتني في ان اكون معلم يعني على الاقل انه دا ادي اللي انا في بالي دا اقدر اوصل المعلومه بطريقه جيده. ما راح اروح زايد لانه قالوا لي وقت ما عندك هوايه لكن لازم تعرفون الفرق بين الفيجن والمشن. الفيجن ما هي الرؤيه في هذه المؤسسه الاكاديميه ان تكون في المستقبل، اما المشن هي طريقه الوصول للفيجن. فالفيجن الغايه لهذه المؤسسه الاكاديميه والمشن هي التفاصيل التي توصل لهذه الغايه. راح اعبرها هذه زين. My previous understanding of assessment هي أنه أنا كنت مسؤول عن امتحان صف رابع، أنا أجمع الأسئلة من الأساتذة وأسوي أختار الأسئلة أنا وأخليها. لكن بعدين عرفت أكو شيء اسمه formative assessment اللي هي assessment for learning، أكو blueprint، أكو summative assessment، أكو standard setting. زين أنا أسألكم إخوان وأنتوا جاية من كليات طب مختلفة، كيف أنت تمتحن المهارة؟ يعني الطالب أنت من خرج كلية الطب لازم أكو مجموعة من السكيلز يعرفها، من ضمنها قياس الضغط والحرارة والنبض وسحب الدم ووضع فولي كاتيتر ووضع إيرواي تيوب وإلى آخره. هاي شلون تمتحن الطالب عليها؟ تمتحنها 50-60-70 لو شلون؟ أكو شيء اسمه ماستري أسسمنت. شلون نسوي هذا الماستري أسسمنت؟ لازم نسأل ونتعلم، لأنه طريقة أسسمنت للمهارات تختلف عن طريقة الأسسمنت للمعلومات، وهذه مهمة جدا، وتختلف عن طريقة الأسسمنت للبيهيفير والأتيتيود. واحدة من الدروس اللي تعلمتها في طب شيفيلد رسمت لي مسؤولة التعليم الطبي في طب شيفيلد وكانت من سريلانكا، رسمت لي قالت هذا الطبيب اللي احنا نريد نخرجه في كلية طب شيفيلد. اجينا خلينا المواصفات مالته، شنو المعلومات والمهارات والسلوك اللي يريده هذا الطبيب يكون به، وبعدين شلون نخليه هو ممكن يمارس أي نوع من أنواع الاختصاص بالمستقبل، وبعدين بأي برانش ممكن يكون بالبوست جراجويت ستدي، وشلون يكون لايف لونج ليرنر، وبعدين شنو دوره في القطاع الصحي إلى آخره. خلوا هاي المواصفات بهذا الرسم اللي قدامكم، وبعدين رجعوا ريتروغريد أناليس ريتروغريد assessment يعني retrograde putting these data بالمنهاج مال كلية الطب. يعني احنا نخلي المنتج بالنهاية شنو مواصفات هذا المنتج، شو نريد به هذا المواصفات، ونرجع نحط الوسائل للوصول لهذه المواصفات في المنهاج وفي طريقة التدريس وفي طريقة الassessment. هذه يسموها retrograde planning of the outcome objective. الآن أريد أسأل هذا السؤال اللي do you have formative assessment؟ اخوان do you have formative assessment at your college؟ اريد هوايه يجاوبون على هذا السؤال لين تعطيني فكره اذا اكو فكره الفورماتيف اسسمنت موجوده في هوايه من كلياتنا. هذه علامه ممتازه وعظيمه وتعرف معناتها انه احنا بدنا نعمل بالطريقه الصحيحه. It's very good. Still اكو اوكي يعني تقريبا 2/3 قالوا اكو فورماتيف اسسمنت اد ذير اند ذس از فيري جود. وريد نقول احنا ليش نريد نسوي اسسمنت؟ احنا نسوي اسسمنت ايذر تو اما تكون فورماتيف اسسمنت اللي هو اسسمنت فور ليرنينج، يعني امتحن الطالب بدون درجات حتى يعرف الخطا مالته وين، يعرف النقص مالته وين ويكمله. اما سماتيف اسسمنت فهي تخليه ينتقل من مرحله الى مرحله ويوصل الى مرحله اعلى. اضافه اكو اسسمنت للكورس حتى تعطي فيدباك للاساتذه اللي سووا الكورس ويعرفون what went well and what went not well حتى يعدلون هذا الكورس. اخوان اذا ممكن تدخلون اكو هاي بالويتنج روم اذا ممكن تنتبهون عليهم. ناو قلنا الفورماتيف اسسمنت اسسمنت فور ليرنينج، بينما السيستماتيف اسسمنت هي الاسسمنت اوف ليرنينج. In my previous understanding وهاي الرساله الاخيره the main challenges to achieve quality learning are related to the curriculum. اذا 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 بدي اسوي كونكلوجن للكلام مالتي انا بديت وقلت انه one of the reason or challenges هي عدم التحضير الكافي من الفاكولتي ممبر للتيتشنج سيشن. بعدين بديت احس ان القضيه هي مو بس فاكولتي ممبر يسوي تيتشنج سيشن،
هي اكو هوايه ميديكال ايدوكيشن وكوريكولوم وانستراكشنال ميثودولوجي واسسمنت وفورماتيف وسمتيف والى اخره. بمعنى انه الكوريكولوم از ان امبورتنت بارت، مو بس يحضر الاستاذ بطريقه جيده، لازم اكو كوريكولوم، اكو ميديكال ايدوكيشن، واكو ميديكال ايدوكيشن يونت، واكو كوريكولوم كوميتي اللي هي تسوي كوريكولوم وبعدين يجي هذا الاستاذ يحضر بطريقه جيده. لكن ولا كل ذني من مصارت واستطعنا في كل طب بغداد نحول الى المنهاج التكاملي، اكتشفت اكو عامل له علاقه بالطالب ايضا، لان شفت الطالب يفضل الدرخ على وروت ليرنينج على الفهم العميق للموضوع، يفضل محاضره عنده كامله مطبوعه ويروح ويجي يقرا ويدرخها اكثر مما يقعد ويفتهم بعمق ما وات از جوينج اون. شفت التركيز عند الطلاب أكثر على الدرجة والامتحان على أهميتهم النجاح والدرجة العالية مهمة جدا، لكن مو هي الأهم فقط بالموضوع. أنا شفت الطلاب يردون يحصلون على درجة عالية وينجحون إذا مو حتى درجة عالية، لكن بأقل ما ممكن من الجهد، وما مستعد يبقى فترة طويلة بالكلية، تعب 12 بالوحدة لازم يخلص الدوام ويرجع للبيت ويكيف إذا أكو عطل أو ماكو دوام. وشفت نفس الشيء عدد الساعات المخصصة للتعلم محدودة. إذا أكو عامل آخر العلاقة بالطالب، مو بس بالأستاذ، مو بس بالكوريكولوم، وإنما بالطالب أيضا. وهذه البيلر 3 pillars student teacher learner and then the curriculum all should be addressed in the teaching process. الآن أكو أنا عندي بعض الصور إذا يسمحوا لي وبش اسمه هذا ال ال ال, ال قدامكم الصورة. هذا ايش تعني لك بمصطلحات الميديكال ايجوكيشن؟ ممكن تكتبوا لي تكست تشوفون هاي السيارة وبمحطة بترول، شنو هاي الصورة ماذا تعني لكم؟ Excellent. We should not be spoon feeder. Spoon feeding. Very good. Self-learning, spoon-feeding. Very good. يعني أكو وياي هو 10-15 واحد من الشطار رأساً يجاوبون. Okay, spoon-feeding, spoon-feeding, spoon-feeding. The information should be qualitative, not quantitative. Excellent answer. Okay. Spoon feeding is the first lesson I learned from you in medical school. Passive learning dependent. Okay. روح للسلايد اللي ورا. زين. هذه الصورة ماذا تعني لكم بمصطلح الميديكال ايدوكيشن؟ تشوفون واحد يسلق جبل full of ice. واكو حابل مربوط واكو واحد جوا يباوع عليه. ماذا تعني لكم هاي الصورة؟ Observing, active planning, risk, active learning, teacher and student, experiential learning. Teacher take the risk, self-learning. Self-dependent teaching, getting out of comfort zone. Excellent. إذا ما راح توصلون 50 ما راح أقرأ السلايد وخلي يحكي علي دكتور حسام. دكتور راحت البريك وراح الكويستشن اند انسر. ما يعني شو اسوي يا عمي شو اسوي يعني اوكي shall I quit now. هذا الرسم ايضا راح نعبر بالحقيقه راح اجي عليه على السريع واقول لكم ماذا تعني. هذه معناته teacher centered expert overview passive receiver little communication one way. هذا تعني انه guiding supervision from the learner and the teacher, experiential learning, activity and cooperation is guided by the teacher. And there is a communication and feedback. هذه الصورة تعني teamwork, تعني activity,
تعني on job training, تعني cooperation, communication and multi-professional working scaffolding. هذه الصورة تعني curiosity, investigation, questions, discovery, inquiry and then experiment and problem solving. Problem-based learning أيضا as well. هذه الصورة اللي تشوفوها هذا الفلاح وده يزرع بعدة معاني بها أول شيء nurturing. Learning is a part of a growth and development. People learn in different ways. لأن أكو different plants وكل واحدة شكلها شكل وطولها شكل وتحتاج شكل. People have different lifestyle. People require different experience and environment to learn. And thank you. بالحقيقة أني أكو بس شيء أرد أقول لكم إياه وهاي الستيتمنت هي في البال اللي أريدها. A good teacher is like a good gardener that he can serve all types of students, whatever their requirement, whatever their learning style, whatever their understanding of the issue. شكرا جزيلا وآسف للإطالة. Thank you so much, Dr. Hilal, for an amazing session, as usual. So, everyone, if you have any question, the time is now for your discussion, questions and answers. Okay, Dr. Hassan. السلام عليكم. حتى إذا أخذت من الوقت أستاذ هلال، فحقيقة أنا كنت جدا مستمتع، يعني كأنما أسمع هذه المعلومات لأول مرة بهذا الأسلوب الرائع واللي معتادين عليه. عاشت إيدك والله. أتمنى من أبنائنا الأعزاء وأساتذتنا الأفاضل أنه يأخذون ما تفضلت فيه. كان كل سلايد وكل كل معلومة حقيقة عبارة عن تجربة، أنا أعرف إيش قد مريت عليها سريعا، بس أنا أعرف شنو كان يجو السنين حتى توصل إلى هذه. رسالتي يعني أثني على ما تفضلت فيه، وأنه رسالتي أنه هذه المحاضرة اللي القيمة اللي تفضلت بها هي عبارة عن عبر، أرجو أن تخزن في الديب ميموري عند أبنائنا الأعزاء. شكرا أستاذ هلال، عاشت الأيادي عزيزي. عاشت إيديكم عيني والله. يعني أتمنى أنه وأنا قلت لك أستاذ حسام إن شاء الله بوجودك، الفكرة مالتنا على مشروعنا الجديد for the new educator, new Iraqi educator. هذه ما أريد أفشي سر بالموضوع، ما راح أحكي أكثر عنه، لكن عندنا بروجكت إن شاء الله اسمه The New Iraqi Educators. هذا المشروع راح يكون face to face وراح يكون بي selected doctors يكون بي، وإن شاء الله ننقل لهم كل ما عندنا، كل ما تعلمناه، كل ما غلطنا به إن شاء الله يكون لهم، لأنه دائما يقولون صانع الأستاذ أستاذ ونص. أستاذ ونص، عشت إيدك هل. إذا أي أحد من الشباب عنده أي ملاحظة أو تعليق. You can raise your hand and mute yourself without typing, everyone. Yeah, مثل ما يقولون either the session was so boring they wanted to end it. لا بالعكس، كانت الأمور كلش واضحة وسلسة حقيقة يعني، وأنا متأكد هي كل واحدة من عندهم يعني وضحت بعض التساؤلات اللي في داخله، ولذلك أعتقد يعني التساؤلات هي قليلة. بس أريد أقول مسج واحدة دكتور حسام قبل ما أسأل أخوان، يعني أنصح نفسي قبل ما أنصحكم، يعني بدل أن تلعن الظلام شعلوا شمعة. ترى ما تفيد الوضع هيجي والدنيا هيجي وما أدري إيش هيجي، ما تفيد. أنت اشتغل على نفسك، إذا الظروف كلها غير مواتية أنت تعلم زين، أنت سوي CV مالتك زين، أنت علم طلابك زين، أنت تعاون ويا أصدقائك زين، أنت اخدم الناس أحسن، أنت أنت أنت. يعني هذه الشمعة إذا أتخيل إحنا هسا 97 الحمد لله، بدينا 98 وانتهينا 97 بعد ساعة من الحكي، يعني الحمد لله ماركر اوف سكسس. يعني احنا اذا شعلنا هسه الان 97 شمعة، ايش تتصورون ايش قد يبقى ظلام؟ بينما اذا فكرنا بالعكس، او الدنيا مغلوبة والوضع مو زين والامكانيات مو زينة والطلاب هواية والشوارع مسدودة والمدري ايش مدري شنو، نبدي نخلي المشكلة قبل ما نخلي الهدف. هذا ما يوصلنا أخوان إلى شيء، حقيقة ما يوصلنا شيء. يعني دكتور I think دكتور عبد الله. نعم دكتور عبد الله please go ahead.
دكتور عبد الله. مرحبا دكتور. بس اريد انوه على نقطتين. النقطه الاولى انه واحد من الشغلات اللي خلتني ادخل بهذا السيشن انه انا بديت اشرح محاضرات الطلاب اللي يعني اصغر مني، تنوهت على هاي الشغله وهم يعني حابه اوضحها مره الاخرى. يعني انا صار سنتين طب بغداد، يعني دا اشوف انه اكو هواي معلومات دا تضيع على الطلاب، يعني ممكن توصل لهم بسهولة واحنا نقدر نوصل لهم اياه بالضبط، انه هو بالضبط شبكة الاستاذ والتلميذ. الاستاذ مر بتجربة هو راح ينقل لك اياها حتى تكمل تجربته. فيعني بالضبط مع نفس الشغلة انا يعني اللي خلاني ادخل لهذا السيشن واللي خلاني كلش انترست بالميديكال ادوكيشن هو انه شلون راح اسهل على الطلاب الوصول للمعلومات، وبنفس الوقت انه شلون احل هاي المشكله، لان اشوف انه هي مشكله كلش كبيره، وهاي لو انحلت يعني راح صار يعني فتح قفزه كلش كبيره يعني بالميديكال ادكيشن بالعراق. الشغله الثانيه اكو يعني شيء دائما نقولها بين مرحلتنا انه الدكتور من يفوتنا بطب بغداد والدكتور يشرح زين، لان يعني هاي حاله نادره تصير عندنا. فدائما اقول للدكتور ليش ما تفوتنا بكل المواد، فراح اقول لك اياها دكتور ليش ما تفوتنا بكل المواد. بريليانت. ان شاء الله انت تصير استاذ في كليه طب بغداد مستقبلا، والطلاب يركضون وراك ويقولوا لك دكتور عبد الله، استاذ عبد الله، انت فوت لنا في كل المواد. ان شاء الله اعمل على هذا الهدف ابني. دكتور هبان، sorry there's a question in the comment section I'd like to read for you. It's from دكتورة داريا and she's asking how could we increase the rate of the attendance from student for formative assessment. If there's no mark on it, does it, and it's not obligatory for their performance, do you think making this exam performance as a requirement to be able to attend the summative exam is not a good choice for greater number of attendee? أنا ممكن أتكلم دقيقتين أستاذ حسام ولا على راحتك عين الساد، على راحتك سامي العزيز. Thank you very much دكتورة داريا. We face the same thing at College of Medicine Baghdad University. Once we started the formative assessment, the students were not convinced to do it. They said, "What the hell? What is this silly? What is that? How can I have an examination without a mark? I will not participate in it." The principle is that anyone who can realize there is a benefit to him from whatever activity he will join it. يعني أنا ما أعرف إذا حضرتك تقدرين تفهميني بالعربي أو لا. الزبون إذا يستفاد من المكان اللي يروح له راح يروح له مرة ثانية ويروح له مرة ثالثة، بس يحس إنه هو استفاد من هذا المكان. فمن الطالب يحس when the student feels that. The formative assessment, what is the idea of formative assessment? I give 10, 15 questions about main key points of my subject and I ask them to solve it. وطبعاً برا هم يسموه online ويجي feedback, and if he did a mistake in any question, there is a feedback to him, he will learn and then he will feel he is getting benefit from that activity. احنا بدينا في كلية طب بغداد اكو ممانعة من الطلاب يسوون formative assessment. ورا سنتين يركضون ورانا ما يقبلون فورماتيف اسسمنت واحد للماده، يردون 2 اند 3. ليش؟ لان بداوا يحسون انه هذا الموضوع is beneficial to them. Therefore they insist to have many formative assessment. And by definition formative assessment should be without marks. اذا صار بي يعني الكويز اللي اسويه when I do a quiz and I give them a score and mark, this is not formative assessment. صحيح. Thank you so much. I guess we have two raised hands from Dr. Nail and Dr. Mustafa. Dr. Nail, please go ahead. You just have 1 minute. مرحبا دكتور هلال. أنا نائل وجدي طالب مرحلة رابعة جامعة طب بغداد. أول شيء أشكرك جدا على التقديم. It was perfect and يعني I wish to become at this level of presentation. My question is. سير أحسن. سير أحسن نائل. هدف مارسك سير أحسن. إن شاء الله. سؤالي هو انه هسه احنا يعني مرحله رابعه ودمر في مرحله تغيير نظام الكوريكولم جامعه بغداد. انت from your experience what is the best type of curriculum اللي ممكن ينطبق على طلابنا او في جامعاتنا؟ In a simple way احجاوبك دكتور نايل.
احنا عندنا عدم وضوح رؤيه، انا واحد من عندكم عدم وضوح رؤيه، اكو عندنا كوريكولوم واكو عندنا طرائق تدريس، بمعنى الفورماتيف اسسمنت، الستاندرد سيتنج، الاكتيف انتراكتيف تيتشنج، السمول جروب تيتشنج، التيتوريال، السكيل لاب، سيميوليشن، هذه ما لها علاقه بنوع الكوريكولوم. انت تدرس سبجكت بيز، تدرس بروبلم بيز، تدرس سيستم انتجريتد، لازم اكو عندك هاي طرائق تدريس حديثه، طريقه توصيل معلومه مهما كان نوع المنهاج. هذا اولا. احنا عندنا خلط من نقول فورماتيف اسسمنت يقول هذا انتجريتد، هذا بالانتجريتد سيستم، من نقول ستاندرد سيتنج يقول هذا بالانتجريتد سيستم، وهذا غلط. هذا النوع من الخلط غلط بين طرائق التدريس والنوع الكوريكولوم. هذا واحد. ثانيا، انت تخيل ما هو افضل منهاج يخرج الطبيب؟ انا الي افضل منهاج اللي يخرجني اللي يخليني اتعامل يوم واحد day one doctor with the patient مثل ما اتعلمه بالكليه. يعني بمعنى انا احل مشكله بمكان ما اجي ادرس hypertension, ischemia, heart failure، اقول له اجاك مريض، للطالب اجاك مريض عنده الم بصدره ومن دا ينام على ظهره بالليل دا يختنق ورجليه ورمت وهو عنده دايابيتس وهو مدخن، ايش تعتقد هذا المريض ايش عنده؟ راح يقول يجوز عنده هذا اسكيميك هارت ديزيز، يبدي يفوت بالاسكيميك هارت ديزيز والاسوشيتد سموكينج والى اخره. فاني اعلم الطالب على طريقه حل المشكله، لان هو من راح يتخرج راح يواجه مشكله، راح يواجه مريض حتى يتعامل وياه، ما راح يواجه هايبرتنشن ودايابيتس واسكيميا وسموكينج ريليتد كومبليكيشن. لذلك كلما كان المنهاج يحاكي واقع الحال بعد تخرج الطبيب، هذا هو افضل منهاج يمكن اعتماده. يبقى شنو هي اللوجيستكس مال الكليه، عدد الاساتذه، الكلينيكال انفايرمنت، الامكانيات الماديه المتوفره، هي اللي تحدد ممكن نصعد بالكواليتي أو تكون الكواليتي اللي هي الأفريج. This is the my answer tonight. شكرا جزيلا عاشي دكتور. So we have a lot of questions from Dr. Mustafa. Dr. Mustafa, you have less than one minute, please. السلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ على المحاضرة القيمة. طبعا أنت يعني أجبت على الموضوع. وأنا دكتور مصطفى اختصاص كسور. دخلت المشكله كبيره تماما، يعني ما يدرس في الجامعه وما يمارس في المستشفيات، كان جاب كبير جدا. عشتيدك هسه انا حاليا اختصاص ده، حاول انا اطور طريقه التدريس مالتي، يعني دا يجون طلاب سيشنات الاستشاريه، بس هو انا دا اوضح انه فكره يعني شكرا جزيلا طبعا على المحاضره، انه كان اكو جاب كبير بين الكليه وواقع المستشفى، من داوم بالمستشفى يختلف في الواقع، يختلف تماما عن ما في الكليه، فهي هنا المشكلة. بالإضافة المشكلة الثانية اللي زادت إنه أعداد الطلاب اللي قام يقبلوهم في الكليات، المشكلة الثانية، فهل أكو لها حل خاصة المشكلة الثانية؟ العفو. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ مصطفى، يسعدنا وجودك ويانا، وخصوصا حضرتك أورثوبيديك سيرجن. أنا أقول الإنسان بالحياة أكو عنده ظروف خارج عن إرادته ما يقدر يغيرها، يعني احنا عدد القبول والطلاب مو بيدينا، ما نقدر ما لنا سلطه عليه. لكن انا مثل ما قلت، اذا حضرتك متابعني من بدايه المحاضره، انا قلت we can minimize this challenge, we can minimize the bad effect of this challenge by doing interactive teaching, team based learning. هو 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 طريقه معروفه بالعالم، تدريس المجاميع الكبيره بطريقه تفاعليه، وهي الايديا مال سمول جروب تيتشينج طريقه تفاعليه. لذلك اذا اعتمدنا اسلوب التيم بيز ليرنينج اللي احنا نسويه في طب بغداد لتعليم المجاميع الكبيره، راح نقلل من تاثير عدد الكبير للطلاب. لكن يحتاج جديه بالموضوع، يحتاج حب للتدريس وحب للموضوع والتزام وارتباط وشغف بالموضوع، لان انا اعتقد هذا هو سر النجاح في اي اختصاص بالعالم. شكرا جزيلا دكتور مصطفى. بس تعقيبا على كلام دكتور هلال، الموديول الثالث بهذا الكورس راح نحكي فيه على تشالنجز، ومن ضمنها محاضره كامله على الانكريز نمبر اوف ستودنتس، فان شاء الله ستي تيوند على هذا الوقت. دكتور رفل ايضا بدها تسال عن الاتنشن اند موتيفيشن، ايضا دكتور رفل راح تكوني موجوده ويانا ان شاء الله بالموديول الرابع، راح نحكي على الانجيجمنت. يبقى عندنا دكتور مصطفى سؤال. دكتور مصطفى يور ذا لاست وان، بليز جو اهيد. السلام عليكم دكتور هلال. انا دكتور مصطفى، انا كان مقيم دوري مستشفى ام علي وتيشنج فيلو بالطب الباطني في كليه الطب جامعه بغداد. دكتور، هي مشكله اشوفها اني اكو مشكلتين دكتور، مشكله بالطالب الطب
ومشكله الاستاذ اللي يعلمنا، مشكله طالب الطب، او قصدي يعني مشكله اساسيه كونسبت ما التعليم. يعني طالب الطب كان احنا من نداوم كان التي بي ال والفورماتيف اسسمنت بالرغم ما هي كانت كلش مهمه انا كنت اشوف بالتعليم وانا كلش استفاد من عندها، الكونسبت مال الطلاب كان عندهم غلط فاهمين. يعني كان الطالب اللي عندنا المحبوب والزين والشاطر هو اللي ينشر الاجواء مال الفورماتيف رغم ما به درجات، واللي كان ينشر الحلول مال تي بي ال. فكان حرفيا اداوم جروب 20 طالب تقريبا ولا واحد كان يستفاد، يعني كلهم يدرخون الجواب قبل ساعه من تي بي ال او فورماتيف ويدخلون يمتحنون او يطبون بسيشن. فالكونسبت للتعليم هذا الشيء المفروض يعني يتعلم من اول ما يدخل الطالب الكليه، يعني ما يستفادوا من هالفكره الزينه او المفيده. هاي اول شغله بالنسبه للطلاب. وبالنسبه للاساتذه الكونسبت انه يغير نفس طريقه التعليم ما يقبلوها، يعني بين يعني شلون اقول دكتور احنا نسميها بالعاميه قافل على طريقه معينه. يعني مثلا حط الحكي او البرزنتيشن الرائعه اللي قدمتها الدكتور، ماكو يعني ما شفت احد اساتذه يحاول يطول نفسه ويا هذا الموضوع او يتماشى ويا هذا النيو ميثودز او النيو ديفينيشنز اللي حكيتها الدكتور. فيعني باقي على الطرق القديمه اللي احنا ما نقدر نطور نفسنا بيها. فهذا الكونسبت. وخصوصا الدكتور اكو شغله من بعد انه هسه اكو هواي مجلات ميديكال اديوكيشن عالميه، يعني منها السفير ومنها سبرينجر تنشر بحوث يعني وطرق تدريسيه رائعه وشيء يعني ابدا ابدا مثلا بي ابد ولا مفكر انه في شيء. يعني لو مثلا يعني ميديكال اديوكيتر بالعراق يبدون يقرون هالبحوث ويطورون نفسهم بيها او حتى يحاول يسوي بحث او ينشر بحث من هالموضوع ويحسن مستوى التعليم بالعراق. فالقصدي انه الكونسبت مال ليرنينج او الهدف من هاي الاوبجكتيف من هاللكتشر لو يفهموا الطلاب اول شيء واساتذتنا ثاني شيء حسيت في شيء كلش رائع مستقبلا طبعا. وشكرا دكتور على البرزنتيشن. شكرا دكتور مصطفى. انا يعني ترى تكلمت بين السطور، يعني اتمنى المسجز تكون واصل. يعني انت تخيل احنا صار لنا ساعه وثلث نحكي، الاتندنس 100 ما نزل، فهذا مصطفى تعتبره مارك اوف سكسس فور انكريزينج اويرنس اباوت مودرن ميديكال ايدكيشن بالعراق ولا لا؟ مصطفى افتح المايك جاوب. طبعا بس كلش فرحان بالموضوع. خلينا ناخذ العكس، خلينا نقول احنا نقول يابا احنا تعبانين وامورنا ما تصير ترهام وما يصير لنا شاره قلت العراقيين و و و ونضل قاعدين، افضل لو اليوم هسه احنا بدنا نحكي بيه افضل. طبعا دكتور هذا بالعكس في كلش دكتور، وهذا انا اذا احنا اذا ما قدرنا نحقق 100% من اللي نريده خلينا نحقق 10. واستاذ حسام عنده فتح شاير كلش حلوه قالها بالانيفرساري مال الار سي بي لندن، قال نجاحات صغيره متعدده متحققه بديعه جدا. انا كلش اعجبت حقيقه برأي استاذ حسام بنجاحات صغيره. انتوا الان شباب، انت الان بعد 5 سنين مصطفى انت استاذ، انت تطبق طريقه التعليم الحديثه، انشرها بين طلابك، اجمع ناس داير مدايرك. انتوا هنا طلاب 100 واحد هسه احنا ويانا، اذا احنا كل واحد من عنده ينشر هاد بوست على المودرن ميديكال ايدكيشن، على الفورماتيف اسسمنت، على الستاندرد سيتنج، على الانتراكتيف تيتشنج بالفيسبوك مالته، بالبوست ينشر على الموضوع، ايش قد تتخيل ان الثقافه راح تزيد؟ ايش قد راح يصير اللوبي مؤمن بضروره التغيير وحتميه التغيير؟ فاني اقول خلينا نبدي نتوكل على الله، ومتفائل جدا لانه العراقيين طاقات انليمتد توصل للقمر اذا ارادوا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا دكتور مصطفى. Everyone we are going now to take a 5 minutes break because يمكن اكو بعد سؤال. السؤال بس العفو احنا هسه ناخذ بريك، بس رجاء لا حد يطلع من الميت لانه ممكن تفقدون مقاعدكم بالريجستريشن. اوكي دكتورة زينب ودكتورة قبل روحي. هذه أمنية قبل هذه، هذا السيشن ورا ما يكمل الاتندنس لكل السيشنات راح تكلهم سيرتيفيكيت من الجلوبال ديبارتمنت من رويال كوليدج اوف لندن، بس لازم يكونون مكملين الموديول كامل. راح تجيهم هاي السيرتيفيكيت موقعة من الفايس بريزيدنت ومن عندي، وهاي تكون مهمة بالسي في مالتكم. اخوان اشتغلوا شباب، اشتغلوا على السي في مالتكم من هسه، املوا السي في باكتيفيتيز بنشاطات بكورسات تدريبيه. اوكي دكتوره زينب. Good morning doctors. I'm sorry about it's not a question or something about this webinar but اوكي اقدر احكي عربي لانه انجليزي مو كلش. فالبروبلم اللي دا اشوفها بالفورماتيف اسسمنت اللي دا تصير انه اني ميديكال ستودنت سكند ديجري يونيفرسيتي اوف واسط،
دخلت كورس بالعطلة وشفت الفرق بين الفورماتيف أسسمنت اللي يسووه إنه بالكورس اللي أنا دافع على مدى فلوس والجامعة لما سويت لي فورماتيف أسسمنت بالكورس. صار الدكتور ينزل لنا جدول وكل محاضرة يقول لنا وراها تقرون المحاضرة وراها أسوي لكم امتحان والامتحان يبقى مفتوح الفورمات مدة 24 ساعة. فمع أنه المحاضرة مملة ومزعجة ووقتها ساعة ونص والنت مو هلقد بس أني كنت أكتر روحي لحتى أخلص المحاضرة كلها وأسوي دفتر وأقعد ألون يعني من جد studying نفس مال السادس. فأقعد أفتح الفورمة وأجاوب بكل ثقة ومصداقية ونزاهة وبدون ما أغش وأفتح ملزمة وما أدري إيش لأن أنا أعرف هالشيء لمصلحتي. بعدين أخذ درجة كاملة وأني فرحانة وأروح أنشر هالستوري بالإنستا إنه أنا أخذت درجة كاملة بينما الجامعة تواصل سوري يمكن دكتور حسام وياي يمكن ما تعجبه الفكرة بس والله هالشيء صار وياي وأني حابة إنه أغير من هالفقرة اللي ما عجبتني بالجامعة. أنه لما سوينا formative assessment بالبداية كان شبه تهديد يعني أنا جد خفت لدرجة أنه لما فصل عندي النت رحت الجيران أبكي بس حتى أريد أحصل النت قبل لا يخلص 30 دقيقة. أخذنا كمية محاضرات هائلة يلا سوينا formative assessment بحيث قبل المدة قبل المدة بخمسة أيام إحنا مسوين formative assessment بكمية محاضرات هائلة. أنا ما صار للassessment بكل محاضرة بحيث أنا راكمت كل هالمحاضرات. فأوكي طالب الطب هو مو روبوت وتلقاه أنه هو perfect ومسوي program نفسه وما يراكم هو يراكم على نفسه. فأنت as a lecturer ممكن أنه تساعده أنه يقلل التراكمات مالته بأنه تسوي لورا كل lecture تسوي له formative assessment هالشي كلش 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 حيساعد. فأتمنى أنه فكرة الكورس اللي أنا دخلته تتحول إلى فكرة مطبقة بالجامعة و thank you for listening. شكرا جزيلا دكتورة زينب. يعني احنا خلينا نقول يعني ناخذ الامور شويه اسهل. اخوان احنا بليرنينج كيرف حتى اني في بالميديكال ايجوكيشن استاذ حسام كليتنا احنا في ليرنينج كيرف لان الميديكال ايجوكيشن بالعراق بدا ورا 2010 بالعالم بدا 1990 91 92 احنا متخلفين كنا حدود 20 سنه عن العالم بالميديكال ايجوكيشن and we have a learning curve. واذا انت عندك هاي الاي دي انا متاكد انت في طب واسط استاذ نصير انسان متفهم جدا وهو راعي للانتجريشن كان ممكن كتبين كفيدباك للموضوع ويصير قاعده كلنا نتعلم من بعضنا learner من learning ونتفق على صيغه جديده لتحسين ما احنا به. فيعني هذا الليرنينج كير هو للكل ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور هلال ودكتوره زينب. I think the break is over. اخذ منكم شيء بس نص ساعه مو دكتور حسام are you ready؟ اوكي دكتور حسام بعد في البريك. اوكي دكتور هلال حبيبي عاشت ايدك عيني عاشت الايادي دكتوره امي عيني اذا تنطين rest 5 minutes وبعدها نباشر ان شاء الله خلي يرتاحون الشباب. اوكي سو باك ان 9 and a half. اوكي حياكم الله.